ستي كانت تقول مع هيام أبو شديد. ستي كانت تقول لولا علبة مكة كانت الخلقة بتبكي. وتأحكي ضميري كنت اسمع هالمثل مش من ستي، كنت اسمعه من جارة ستي الست جولييت. الست جولييت أو أم توفيق كانت كتير ست حلوة جميلة، طول وطلة، شعر وتكوين، فهم ورواء، يعني ست من يلي كانوا يقولوا عنا ست الستات، يستحلوا يتفرجوا عليها بس تكون ظاهرة من بيتها، شو لابسة، شو حاطة زينة وتبرج، شو حاملة جزدان أو شمسية. اسمعهم عم بيهمسوا بين بعضهم ويقولوا ما عندها ولا علة. وبس تشرف الست جولييت الصبح بكير على القهوة عند ستي كانت تبين شخص تاني. شوف قدامي بصراحة توفيق أكتر من ما شوف أم توفيق. استغرب وين راحت الطلة الحلوة، المرة العيوقة والأنيقة. وبس ست تقلا قديش فلان أو فليتين تغزل بجمالها تضحك وتقول لولا علبة مكة كانت خلقتي بتبكي. مرة قويت قلبي وسألتها شو بتقصد بهالمثل، طبشت لي عخدي وقلت لي بالزمانات كانوا التجار يروحوا على مكة يجيبوا علبة فيها مواد تزيين للستات، بودرة الحنة والورد، حمرة الشفاف، بودرة الكحل العربي المدقوق، عطر المسك، بودرة السيدرة اللي بيوصفوها ببودرة نجوم، زيت الأركان وزيت شجرة الشاي، بخور، ببيس للشعر، مكاوي تمليس وتجعيد شعر، يعني كل ما يلزم كأدوات التجميل. يعني يا بنتي لولا هالعلبة علبة مكة كانت خلقتي بتبكي. كانت الست جولييت تعرف تبرز تكوينها وتزبط حالها، وأجمل ما فيها بصراحة كبر عقلها وتواضعها، إنه ست ولا كل الستات مين ما التقاها اندهش فيها تقول عن حالها خلقة بتبكي. شو حلو الوحدة أو الواحد، لأنه كمان الرجال ممكن ينغروا بشكلهم ولبسهم، يعرف إنه الشكل والجخ والطلة والمقتنيات مش من الأساسات. حلو الشخص يهتم بترتيبه وجماله وطلته إلى جانب اهتمامه بأخلاقه وتصرفاته ومبادئه، يعني الاهتمام بشخصه وشخصيته. وشو عم نشوف بهالأيام إنه البعض ما بقى عم بيركز إلا على الشكل والمظهر الخارجي، بعمليات تغيير، وما بنقدر نقول عمليات تجميل لأنه للأسف البعض عم بتكون تشويهية، وبجلسات شفط وشد وتتليك وغيره وغيراته. مش غلط إذا بيبقى هالسعي ضمن ترتيب ومش هوس، مش غلط إذا بيبقى هالشي ضمن خيار حر ومش موضة ملحة، مش غلط إذا بيبقى هالشي ترتيب للذات بالخلق والخلق. والله يا ست جولييت يا ريت تخبري ستي من عندك شو صارت هالأيام تعتمد على الفلترات والتطبيقات الرقمية تالشكل يصير يشبه كل شي إلا الشكل الحقيقي والطبيعي. يا ست جولييت كان ترتيبك ترتيب واهتمامك طبيعي وتركيزك على مظهرك احترام لجسدك وللآخرين، ومع هيدا وكله كنت تمزحي بالموضوع وما تقبضي حالك جد وتقولي إنه الإطراءات شغلة عابرة، كان راسك على كتافك وما في شي بلفه أو بكبره على الفاضي. يعني مش لولا علبة مكة كانت الخلقة بتبكي. اليوم ورغم علبة مكة صارت الخلقة بتبكي. كنتوا مع برنامج ستي كانت تقول عبر الشرق الأوسط.